بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. مرحبا بكم أيها الكرام في مجلسنا 81 من مجالس إعراب الجمل وأشباه الجمل. وصلنا إلى مبحث ما لا يقتضي التعليق من أشباه الجمل، ما زلنا في مبحث أشباه الجمل وهو القسم الثاني من هذا الكتاب. فنحن إن شاء الله تعالى نناقش اليوم مسألة ما لا يقتضي التعليق من أشباه الجملة. المعروف كما قلنا أن شبه الجملة لا بد فيه من تعلق، هذا هو الأصل فيه، والأصل أن يتعلق بالحدث، والأصل أن يتعلق بالحدث. نعم، فالآن هل هناك أشباه جمل لا يمكن تعليقها، لا تقتضي التعليق؟ نعم، بدأ شيخنا بالكلام على الظرف، نعم، والظرف إذا ناب عن الفاعل قال إنه لا يعلق، لا يعلق، انتقل من علاقة الربط إلى علاقة الإسناد، صار نائب فاعل، صار مسندا إليه. نعم، وهكذا كما قلنا، قال شيخنا ولا يختلف الحال. نعم، إذا قلنا هذا رجل لا يختلف أمامه، فلا تظن أن أمامه منصوب، بل هو مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، طيب، هذه مسألة ناقشناها. قال وقريب من هذا أن ينتقل اسم الزمان أو المكان إلى الخبرية. أنا أظن أنني أحتاج إلى من يقرأ، فإذا كان مثلا شيخ عمار، إذا كان وضعكم يناسب للقراءة، إذا رغبت أن تقرأ شيخ عمار، إذا كنت تستطيع، أو أستاذ حسين، أو دكتور مناف، أو أي واحد من يحب أن يقرأ خزينة من جاهز. تمام أستاذ حسين، تمام. نحن في الصفحة 22 بعد 300. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله ما لا يقتضي التعليق. نعم أستاذي، وصلنا إلى وقريب من هذا في المقطع الأخير من الصفحة. نعم، وقريب من هذا أن ينتقل اسم الزمان أو المكان إلى الخبرية، كأن تقول الصوم يوم والسير شهر ومنزلك مني ليلة، والصوم يوم الاثنين أو شهر رمضان، وزيد خلفك وداري أمامك وأنت مني مكان قريب، ودارك مني يمين أو شمال، وأنت مني مناط الثريا، وهو مني مقعد الإزار، معقد الإزار، فقد دخلت أسماء الزمان والمكان في هذه الجمل حيز غير الظرفية، فأصبحت في علاقة جديدة هي الإسناد أيضا، لأنها صارت أخبارا تسند إلى المبتدأات. وعلى هذا قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. انظروا يا كرام، كل هذه الأسماء التي مرت بنا، هذه الأسماء التي مرت بها، الأصل فيها أنها ظروف، لكنها ها هنا لا تقتضي التعليق، لأنها انتقلت من الظرفية إلى الاسمية الخالصة، فدخلت في علاقة الإسناد. انظروا، الصوم مبتدأ، يوم خبر، السير مبتدأ، شهر خبر، أنت مبتدأ، مكان خبر. وها هنا مسألة لطيفة دقيقة يذكرها النحويون، وهي قضية الإخبار بظرف الزمان والمكان، يعني قضية رفعه، هل يرفع؟ عند البصريين في الزمان والمكان هذا سائغ جائز. يعني مثلا الصوم يوم، الظرف هنا ظرف الزمان، أخبر به عن المصدر، هل نقول الصوم يوما أو يوم؟ الصوم يوم الخميس أو يوم الخميس؟ كل ذلك سائغ عند البصريين بلا تفريق. الكوفيون فرقوا فقالوا إذا كان الحدث وهو الصوم مستغرقا للظرف، فالرفع، نعم، وإن لم يكن مستغرقا فهناك خلاف بينهم. يعني هنا مثلا هشام يوجب الرفع، الفراء يجيز الرفع والنصب. إذن الصوم
يوم الخميس. عند البصريين لا مشكلة، قلت يوم الخميس، يوم الخميس لا إشكال. عند الكوفيين قالوا اليوم يطلق إلى وقت المغرب إلى الليل، فإذا الصوم يوم الخميس. عندهم الرفع واجب، لماذا؟ لأن الحدث مستغرق للظرف، فإن لم يكن مستغرقا فهناك خلاف بينهم، يجوز الرفع والنصب، يجب الرفع إلى آخر تلك الأقوال. نعم. وعلى هذا أنت مني مكان قريب، أنت مني مكان قريب، فمكان ظرف مكان أخبر به عن عين. عند البصريين والكوفيين تقول أنت مني مكانا قريبا، أنت مني مكان قريب، كل ذلك سائغ على تفصيل في المسألة، وهذا يدلك على عمق فكر النحويين في لحظ كلام العرب، في التدقيق في كلام العرب. كما قلنا هذه القوانين لم يخترعوها من عند أنفسهم، وإنما تدبروا في كلام العرب طويلة حتى وصلوا إلى هذا. وعلى هذا من يريد أن يبارزهم وأن يسبقهم أو أن يأتي بنحو جديد فعليه أن يفكر مليا قبل أن يقدم على خطوة من ذلك. هذه كلها مسائل لا يكاد يعرف الناس عنها شيئا اليوم، وهي مبثوثة في كتب النحو، ويذكرون فيها تفصيلات معنوية وفروقا معنوية أحيانا. لاحظوا، هو مني معقد الإزار، هذا كناية عن القرب، أي هو مني بمنزلة معقد الإزار مني، وهو قريب جدا. نعم، هو مني معقد الإزار. أسألكم ها هنا عن تعليق الجار والمجرور مني، ما رأيكم فيه؟ نعم، أسألكم سؤال مذاكر، هو مني معقد الإزار، طبعا المشهور معقد الإزار. نعم، هو مني معقد الإزار، فبما نعلق الجار والمجرور مني؟ نعم، ما ترون؟ طيب، هو مني، هل ترون أن هناك حذفا؟ هو مني، نعم. طيب، مكانه مني معقد قريب، لا ليس هو كائن، لا أستاذ، أنه معقد هي الخبر، هو معقد، انتبهنا هنا، معلق بمكانه. محمود اقتربت، محمود اقتربت، قربه مني كقرب معقد الإزار، فالكلام فيه حذف، قربه مني كقرب معقد الإزار، فمني متعلقة بمضاف محذوف، متعلقة بمضاف محذوف، الجار والمجرور متعلقان بمضاف محذوف. هو قريب مني، المشكلة كذلك هو مشكلة، لأنه إذا قدرنا هو قريب مني فماذا نعرب معقد؟ ماذا نعرب معقد؟ لا يستقيم، معقد هو الخبر، فذلك الحدث الذي سنقدره ونعلق به الجار والمجرور يجب أن يستقيم مع التركيب، مع تقدير الإعراب، قربه مني كقرب معقد الإزار، والله تعالى أعلم. نعم. وعلى هذا أظهر، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، الحج أشهرا وأشهر، لكن لم يقرأ أحد أشهرا كما قال الإمام ابن عطية، مع أن النصب هو الأظهر، لكن لم يقرأ أحد أشهرا، قرئ أشهر وهو صحيح عربي فصيح، الحج أشهر معلوم. نعم، وبعضهم قال إن هذا على، إنما هو على الاتساع، هذا على الاتساع، وبعضهم قال على حذف، أشهر الحج أشهر معلومات، وهكذا، كذلك أقوال في المسألة. طيب، نعم أستاذ. ومن قبيل هذا أن يصبح الاسم الذي هو في الأصل ظرف تابعا في عطف أو بدل أو توكيد، فهو إذ ذاك غير محتاج إلى التعليق وإن كان منصوبا، لأنه انتقل من حيز الظرفية إلى حيز آخر وخضع لعلاقات أخرى،
هي غير ما يكون بين الحدث وشبه الجملة. فقول فرعان التيمي جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه، ترى فيه نعم شيخ حسين. أستاذ حسين صوتك لا يصل، لعل الصوت أغلق عندك أستاذ حسين. أستاذ حسين انقبال أكمل أستاذي. كأن الشبكة ضعيفة عندي أم عندكم لا أدري. أستاذ حسين لو نعود إلى قوله، نعم أستاذ. فقول فرعان التيمي، نعم 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 فقول فرعان التيمي جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه، ترى فيه بين الثاني معطوفا على الأول ومنصوبا لذلك، إنه اسم منصوب بالعطف وليس ظرفا يقتضي التعليق. تماما. وكذلك على هكذا قول يا كرام، جزت رحم بيني وبين، بين نقول اسم معطوف على بين منصوب بالعطف ولا يعلق، دخل في علاقة جديدة. إذا صار عندنا الظرف أو شبه الجملة، إذا كان نائب فاعل أو انتقل إلى الخبرية المحضة أو وقع تابع أو وقع تابعا فلا يعلق. نعم نعم سلام. وكذلك قول القطامي لعن الكواعب بعد يوم صريمتي بشر الفرات وبعد يوم الجوسق. نعم. وإنما نصب حين الشاهد؟ حين لا، في قوله بعد. نعم بعد لعن نعم الكواعب بعد يوم صريمتي وبعد يوم الجوسق. نعم. وإنما نصب حين في قول سعد بن ناشب فإن إذا ما الحرب ألقت قناعها ألقت بها نعم ألقت ألقت قناعها بها حين يجفوها بنوها لأبرار على التبعية، لأنه بدل من إذا لا لأنه ظرف زمان. تماما أكمل أستاذي. فإن إذا ما الحرب ألقت قناعها بها حين يجفوها بنوها لأبرار. طيب أين خبر إن؟ هذا البيت علقنا عليه من قبل، أين خبر إن؟ لأبرار. إذن فإن لأبرار، هذا هو خبر إن، إن لأبرار. طيب إذا بما نعلق إذا؟ وإذا هنا ظرفية ليست شرطية، وهذا هو الصحيح. بما نعلق إذا؟ بماذا تعلقون إذا؟ أين أنتم يا كرام؟ بأبرار 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 نفسه. نعم.
إذن إذا متعلقة بأبرار، إنا لأبرار حين إلقاء الحرب قناعها، وإلقاء الحرب قناعها كناية عن شدتها، كناية عن احتدامها. نعم، إذن فإن إذا ما الحرب ألقت قناعها لأبرار إياها. وأشرت أيضا قبل إلى أن الباء في بها ماذا يا كرام؟ والله حقكم علي، طول المدة بين الدروس أنساكم شيئا بل أشياء. الباء زائدة، الباء زائدة، وها مفعول به لأبرار، يعني لأبرار إياها برها. نعم، لأن بر يتعدى بنفسه، فالباء زائدة وها مفعول به. طيب، ليس كلامنا ها هنا الآن، وإنما كلامنا في إعراب حين. ما إعراب حين؟ قال لاحظوا، حين يجفوها بنوها، حين يجفوها بنوها يعني بنو الحرب، أي الذين نشأوا في الحرب وخبروا أساليبها وفنونها، يجفونها ويهربون منها لشدتها، فإنا لأبرار. فلاحظوا، أليس معنى حين يجفوها بنوها هو معنى الحرب ألقت قناعها؟ المؤدى واحد، الحرب إذن هي شديدة جدا، يجفوها بنوها يعني أنها شديدة جدا. فإذا حينها هنا بدل من إذا، هو منصوب على البدلية ولا يعلق. فإن إذا ما الحرب ألقت قناعها بها حين يجفوها بنوها لأبرار. فإذا قال إنما نصب حين أو نصب الشاعر، لا مشكلة، لا هنا نصب، لأنه إنما نصب حين في قوله سعد على التبعية، لأنه بدل من إذا لا لأنه ظرف زمان. واضح هذا يا شباب؟ سؤال أستاذ. تفضل أستاذ. نقول بحين بدل من إذا أم نقول مفعول فيه ظرف؟ أحسنت، وهو بدل. أحسنت، نقول فيه بدل من إذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أما إذا قلت مفعول فيه فلا بد أن تعلق، ولذلك هنا خرج عن الظرفية، خرج عن الظرفية إلى علاقة جديدة. تمام، أحسنت، هذا سؤال مهم. نعم أستاذ حسين. نعم، على التبعية، لأنه بدل من إذا لا لأنه ظرف زمان، ولهذا فإنه لا يحتاج إلى تعليق. ومثل ذلك يقال في المصدر المؤول من ما وصلتها في قول أبي زبيد: ليس بخل عليك عندي بمال أبدا ما أقل نعلا قبال. ومن هذا القبيل أيضا، لاحظوا يا كرام، هذا يحتاج إلى تأويل. ليس بخل عليك عندي بمال أبدا، يعني لا أبخل عليك بمال أبدا، ما أقل نعلا قبال، هذا زمام النعل الذي يمسك بالنعل، ما أقل نعلا قبال، قبال فاعل لأقل. لاحظوا يا كرام، أين الشاهد؟ هاتوا ما عندكم، أين الشاهد؟ عندي، ثم يعني أين التبعية هنا؟ أين ما هي المصدر؟ المصدر ما؟ تمام، ثم ماذا بعد؟ هي بدل من عندي، بدل من عندي أو غير هذا؟ بدل من أبدا. لاحظ، نعم. يقول نعم. لا أبخل عليك أبدا نعم. مدة حبل القبال للنعل، مدة إمساك القبال للنعل، يعني أبدا. ليس بخل عليك عندي بمال أبدا ما أقل نعلا قبال. واضح المعنى يا كرام؟ نعم نعم. المصدر المؤول مما وما بعدها منصوب على البدلية من أبدا، ليس بخل عليك عندي بمال أبدا. نعم، وها هنا مسألة أن عليك متعلقان بماذا؟ ببخل. وبمال متعلقان بماذا أيضا؟ نعم، ببخل. لكن عندي ما هو؟ خبر، خبر ليس،
يعني ليس بخل عليك بمال موجودا عندي، ليس حاصلا عندي، لا يكون عندي، لا يكون مني أبدا. ما أقل لعن القبال. وفي هذا الفصل بين العامل، وفي هذا الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. نعم، والأصل أن هذا لا يصح، وقد ناقشه أستاذنا مطولا في كتابه وظيفة المصدر في الاشتقاق والإعراب، وبين أن هذا ممكن وسائغ، الفصل بين العامل والمعمول، أن هذا عمل كما قلنا التعليق عمل، فصل بينهما بالخبر وهو أجنبي، أجنبي عنهما. نعم، واضح يا جماعة؟ ليس بخل عليك عندي بمال، بمال أبدا، ما أقل نعلا قباله. فالمصدر المؤول بدل من أبدا ولا يعلق. طيب، نعم، ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل أيضا قول الحطيئة. دقيقة أستاذ، أم زعمت. ها هنا سؤال، لما لا نعلق إذا بألقت؟ سؤال أستاذ تمام، لاحظي، فإن إذا ما الحرب ألقت، جملة ألقت ما محلها من الإعراب يا كرام؟ تفسيرية. عظيم جدا، تفسيرية، تفسيرية للفعل المحذوف، صحيح؟ نعم. يعني إذن إذا ألقت الحرب، ألقت، جملة ألقت الأولى ما محلها من الإعراب؟ ألقت الحرب، جر بالإضافة، جر بالإضافة، ممتاز. المضاف إليه لا يعمل في المضاف، إذا لا يمكن أن نعلق بألقت طبعا، ولا يعمل كذلك إذا كان تفسيرا، نفس الشيء، والمعنى مختل أيضا، لأن المعنى سيكون فإن ألقت قبالها حين الحرب، ما لا يمكن هذا، كيف سيكون، كيف سيكون التقدير؟ لذلك لا يستقيم أبدا تعليقها بألقت، لا بد أن تعلق كما قلنا بأبرار. نعم، طيب، عفوا، نتابع أستاذ. ومن هذا القبيل أيضا قول الحطيئة، أم زعمت لهم، أم زعمت وماتت أمهم، أم زعمت لهم وماتت أمهم في عهد عاد حين ماتت تبع، إلا أن حين لم يبدل من ظرف صريح قبله هنا، وإنما أبدل من الجار والمجرور في عهدي لأنهما بمعنى الظرف، وجاز إبدال حين منهما، يعني حين هنا، حين ها هنا، هذه بدل من الجار والمجرور في عهدي، بدل من الجار والمجرور في عهدي، ومن زعمت أنه ماتت أمهم في عهد عاد حين، وانظر هنا في هذه ما معناها يا شباب، في ما معناها، ظرفية، الظرفية، الظرفية الزمانية، إذن حين بمعناها، ولذلك هي تبدل منها، بدل من الجار والمجرور، تقول حين، حين بدل من محل الجار والمجرور منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا قلت بدل من محل الجار والمجرور؟ لأنه يحمل معنى الظرف. لا، لعبارة أخرى، أن الجار والمجرور كما قلت سابقا في الدروس وكررنا هذا، لأن الجار والمجرور في عرف العربي محلهما النصب، الجار والمجرور محلهما النصب، راجعوا هذا المبحث تجدوا فيه فوائد إن شاء الله تعالى. طيب، لكن ها هنا أيضا مسألة. نعم، نعم، وجاز إبدال حين منهما وإن لم يكونا أعم منه وهو بعضا منهما، يعني وإن لأن المراد بالزمن بعضا منهما، وإن لم يكونا أعم منه، كيف جاز إبدال حين مع أن الجار مجرور ليس أعم منه ومع أنه ليس جزءا منهما؟ يعني موت التبع اليماني بينه وبين عهد عاد زمن سحيق جدا، وعاد كما يقول بعض المؤرخين هو ابن سامي بن نوح، ابن سامي بن نوح، وهو الذي تنسب إليه العرب العاربة، فبينه وبين التبع زمن بعيد، وما العلاقة بينه وبين التبع؟ يعني ليس جزء، يعني هنا الظرف ليس جزءا من الجار والمجرور، ليس بعضا منهما، فكيف جاز إبداله منهما؟ لاحظوا هنا تعليق الشيخ، جاز، نعم،
لأن المراد بالزمن في شبهي الجملة هنا هو البعد لا التحديد الدقيق. تماماً. ومن البدل قول مالك بن الريب يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. نعم، يقولون لا تبعد، ومن البدل قول مالك بن الريب يقولون لا تبعد. تبعد ما فعله الماضي يا شباب؟ تبعد ما فعله الماضي؟ ما فعله الماضي من؟ بعيدة. بعيدة، عظيم، وهو من الباب الرابع. بعيدة يبعد، نعم، هذا باب من أبوابه. بعيدة يبعد، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني. أسألكم الآن عن البدل، أين البدل هنا؟ نعم يا كرام، أين البدل هنا؟ بكلمة أين؟ وما الذي أبدل؟ مكانية نعم. بدل من أين؟ وإلا حرف استثناء ملغى. إلا حرف استثناء ملغى، تذكروا معي. مكانية أين تدل على المكان، ومكانية بدل من هذا المكان. طيب، سؤال، نحن نعرف أن الاستثناء التام المنفي، هنا ليس منفيا، ما السؤال أستاذ بالضبط؟ أيوة، الاستفهام هنا بمعنى النفي. السؤال بالضبط، نعم. مكانية منصوب على البدلية، نحن قلنا صح؟ نعم. وفي الاستثناء يكون متى يكون عندنا الاستثناء بدلا مما قبله؟ الاستثناء التام المنفي. المنفي، أين النفي ها هنا؟ هنا عندنا شبه النفي، وهو الاستفهام الذي يعني؟ بمعنى النفي. يعني هو هنا يقول، نعم، مالك بن الريب في مرثيته المشهورة، نعم، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد؟ لا مكان للبعد إلا مكاني أنا. تمام، نعم. طيب، ولو قلت اثبتوا أمام العدو لكان الظرف هو الأول. والله أنا أثبت، لأنه ثبت يثبت، ما لا أذكر أن هناك بابا آخر. ثبت يثبت، أثبت، نعم. أثبتوا أمام العدو لكان الظرف هو الأول. أما الثاني فتوكيد لفظي، أي تكرار للأول، لا محل له من الإعراب. هو إنه بمنزلة المناسبة، هو والمضاف إليه، هكذا نقول أمام، نعم، العدو توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. تقول لي ما علاقة المضاف إليه به؟ أقول لك المضاف إليه كالجزء من المضاف ها هنا، هو كالجزء من، نعم، هنا ينفصل منه. ولذلك أمام العدو الثاني هكذا نقول توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. إنه بمنزلة الحرف الزائد للتوكيد، ولا يجوز إعرابه أو تعليقه. ومن ذلك قول المهلهل يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. أين ما تقول في إعراب الثانية؟ توكيد لفظي. وإياك أن تقول ظرف ومتعلق وهو توكيد، ولا لا، لأنه إذا قلت ظرف قلت إن له محلا، ثم إذا قلت لا محل له ناقض آخر كلامك أوله، لا يمكن. نعم، ثانيا الجر والمجرور. حرف الجر الأصلي يؤدي في الكلام معنى متميزا، ويصل بين معنى الحدث والاسم المجرور، وهو واجب التعلق إلا في حالات أربع. إذن هنا شيخنا أولها، هنا شيخنا يتكلم على حرف الجر الأصلي، ليس على حرف الجر الزائد والشبيب الزائد، ذاك مفروغ منه لا يعلق. لكن حرف الجر الأصلي هل يعلق؟ نعم، هو واجب التعليق إلا في أربع حالات. نعم، أولاها أن ينوب الجر والمجرور عن الفاعل،
نحو أخذ من المال وضرب بالسوط وأنت رجل ينصت إليه وهذا مكان يقام فيه ولا يرغب عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن، وقول الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لاحظوا يا كرام، وقوله عز وجل في أيديهم، الجار مجرور في محل رفع نائب فاعل. وما معنى سقط في أيديهم؟ أي عجزوا ولم يعني يستطيعوا تماماً. الجواب. هذا تركيب لم يستعمل قبل القرآن الكريم، هذا من مستعملات القرآن الكريم كما قال الزجاجي، هذا لم تستعمله العرب، يعني تركيب لا يفك بالمبني للمعلوم، أشبه بالتراكيب الجامدة، واضح؟ أشبه بالمثل في عدم التصرف فيه، تركيب بهذا المعنى. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، لما تحيروا، نعم، ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. المهم الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، لكن أنبه على مسألة أن هذا أكمل أستاذي أم أخر؟ نعم. وقوله عز وجل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وقوله أيضا وجيء يومئذ بجهنم. السؤال أين نائب الفاعل؟ أين نائب الفاعل؟ نائب فاعل جيء يومئذ. لا، الشيخ يقول الجار والمجرور نعم بجهنم. بجهنم. وعلى هذا أستاذ سؤال، وعلى هذا يومئذ ماذا نقول فيه؟ بجهنم، تمام. يومئذ ماذا نقول فيه؟ أيوه، ظرف متعلق، ظرف متعلق بجيئة. أما بجهنم فنقول الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل ولا يعلق. نعم. وقول أبي نواس غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. نعم، غير مأسوف على زمن. هاتوا يا شباب، أين نائب الفاعل؟ على زمن، على زمن. نقول الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل ولا يعلقان. نائب فاعل لأي شيء؟ لمأسوف. لمأسوف، لاسم المفعول. واسم نعم، اسم المفعول مأسوف. اسم المفعول لا يعمل إلا إذا اعتمد. السؤال هنا يا كرام، سؤال، ما يعرب غيره؟ ما يعرب غيره؟ مبتدأ. أين خبره؟ خبر لمبتدأ محذوف. ينقضي، جملة ينقضي. انتبهوا، جملة ينقضي ما محلها بالإعراب؟ من الإعراب عفوا؟ هي صفة لزمن، صفة لزمن، على زمن منقض بالهم والحزن. طيب أين خبر غيره؟ أنا الآن تذكرت قصة في هذا البيت، أظنها مما امتحن فيه ابن جني ولده ولم يفلح فيه، أظن ذلك ربما. نعم نعم، لاحظوا يا كرام، غير هو مبتدأ. الآن مأسوف مضاف إليه، ومأسوف، مأسوف اسم مفعول، اسم مفعول. الآن على زمنين في محل رفع نائب فاعل اسم المفعول وهو أغنى عن الخبر، نائب فاعل أغنى عن الخبر، وهذه المسألة مشهورة جدا. نعم، عندما نقول مثلا ما قائمني الزيدان، سد ما سد الخبر، سد ما سد الخبر، أحسنت. ما قائمني الزيدان، ما يعرب الزيدان؟ فاعل، اسم الفاعل قائم، أغنى عن الخبر، سد ما سد الخبر، أغنى عن الخبر. وهكذا هنا على زمن نائب فاعل لاسم المفعول
أغنى عن الخبر وسد مسد الخبر، فلا خبر ها هنا، لا خبر ها هنا. تقول لي لكن هنا اسم المفعول ليس هو المبتدأ. نعم نعم، لكنه مضاف إليه، والمضاف إليه جزء من المضاف. فإذا هو هنا اعتمد، طبعا من شروط أن يغني الفاعل أو نائب الفاعل عن خبر المبتدأ المشتق أن يكون هذا المبتدأ المشتق عاملا، أن يكون معتمدا، وها هنا قد اعتمد على نفي، اعتمد على نفي، كأنه قال ما مأسوف على زمن، ما مأسوف على زمن. فعلى زمن في محل رفع نائب فاعل لاسم المفعول مأسوف ولا يعلقان، وقد أغنى نائب الفاعل عن الخبر، أغنى نائب الفاعل عن الخبر. واضح هذا يا كرام؟ نعم نعم. طيب، وقول علقمة وقالت متى يبخل عليك ويعتل ليسؤك وإن يكشف غرامك تدربي، وفيه شاهد ومتى يبخل، وفيه شاهدان، تفضل. وفيه شاهدان أحدهما عليك والآخر مثله محذوفا بعد يعتلل لدلالة ما قبله عليه، وفي هذه الشواهد والأمثلة ناب الجار والمجرور عن الفاعل ولا حاجة إلى تقدير ضمير.